مدينو يا ريتش في ريتش. انت سكرت ولا ايه؟ سكرت. انا عمال اذكر من الصبح. عايز يا ريتش؟ انا احسن واحد بيغني هنا. انت كذاب. انت اللي كذاب. طب فرجني بتغني ازاي. هوريك. اسمعني بقى. يا ليلي 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 يا يا ليل. ايه الرباب اللي انت بتهببه ده؟ اغني ايه الغنى في كده يعني؟ وبعرف ارقص كمان. طب وريني. فرجني ارقص. طب طبلني. اطبلك. يا سلام. انا اوريك. تعال تعال. انا احسن واحد في امريكا. طبل. يا اهل الواعه ما تحيوا معانا الشجعان عبرانس وقعدي ويا الطبشان. يا اهل الواعه ما تحيوا معانا الشجعان عبرانس وقعدي ويا الطبشان. دس جراتين 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 دس جراتين 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 جراتين. الف مبروك يا ام محمد. الف بركه يا اختي. ده مهندس ده ولا محاسب؟ لا زبال بس محترم يا اختي. المهم النظافة. ألف مبروك. وجبت الرقاصة دي منين؟ لا ده جبناها من المنصورة. ألف مبروك. ألف بركة. يا أهل الواعة ما تعيوا على الشجعة. يا استجراتين جراتين جراتين جرات جراتين. يا سمي سايح جوه الصفايح يا شربطات. أنت مجنون. إيه رأيك؟ إيه اللي أنت بتهبله ده؟ أحسن واحد في أمريكا أنا. لا لا لا، سعد الصغير بيرقص أحسن منك. يا عم عباه، أنت عايز تقند معايا وخلاص عشان أنت راجل قليل أدب وحيوان. أنا راجل قليل أدب وحيوان؟ أيوه. يا كلب اخرس. أنا بلاك. يا سكر يا معفن. أنا ما بسكرش، أنت اللي بتسكر يا كلب. ولو المية دي جت في وشي إيه اللي أدب عليه؟ المية دي؟ خد في وشك. صدق ان انت مش محترم. انا كلب يا جسمه. طب كل عنك بقى. خد في استعلك بقى. خد بقى اخويا. لا هو فين؟ عليك حرام عليك الحمراء. وربنا ما يصيبك. وربنا لا يوريك. الله انا اقسم بالله بكره ما اهديلك. اخويا على دماغك. ايه رايكم في الفكرة دي؟ حاجة زبالة. احنا عاجبكوش مسرح العرايس؟ عاجبكوش خالص الفكرة؟ لا 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 ما عجبناش خالص. انتوا بتسكروا وبتبقوا زي الاطران، مش عارف مالكوا في ايه. البس ما بقتش على وشكوا. انتوا الكوبوي الاغنية عمركم ما هتحسوا بالكوبيات الفقراء اللي زي. انا راجل خريج تجارة بني سويف، اشتغل سواق على جاموسة والعيال تقعد الشعبط في الدل. طب ليه؟ ما انت بتكسب برضو كويس. ما بكسبش كويس. انا النهارده خليت الاجره دولار، قالوا لي ما كانت امبارح ب 75 قرش وزي الفل. طب وانت هتخلي الاجره ليه اصلا؟ في ازمه برسيم في البلد، والحكومه وعدتنا بان هي هتعمل الكروت الذكيه، واحنا بهايم ما نفهمش في الكلام ده. ده كلام. عندك حق، بس انت برضو ظروفك مرتاحة ومعاك بقى رئيس وتفابية حديثة. لا 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 لا، الحكومة سحبتها مني خلاص وديتني بقى ربيضة بكرهات. ايه ده؟ دي معدات؟ لا ام قرنين. ايه ده ايه ده ايه ده؟ البقرة البيضة اللي ركنة برة دي بتاعتك؟ ايوة ريتش. ليه؟ طب اسمع بقى، البقرة بتسرب لبن، ولو عوك كبريت جي فيها هتفرتك فينا كلنا. طب انا اركن البقرة فين؟ بقرة هتركنها فين؟ في ميدان جهين. عندك حق والله. انا اللي مهموم والله، انا اللي شايل الهم من يومي. بقالي قد ايه عايش في امريكا؟ تقريبا 20 سنة. يعني تقريبا من ساعة ما فتحت وانا قاعد في امريكا 20 سنة. لفتها بلد بلد، جبتها شمال يمين، بس صدقوني ما لقيتش نفسي الا في السعودية. يا اجحلى سنين عمري قضيتها في الدوري السعودي، انا وسامي الجابر والقحتاني والدغية. تعرف الدغية؟ اسمه غريب قوي. والتنده سامي ياسر، انما اجي عند الدغية واتنرفز. والله احلى سنين عمري قد. كنا كل يوم نعمل عمره، بس خلاص انا قررت ابطل شغلانه البقر والعيال الصغيره دي. البقر والعيال الصغيره؟ ليه الكاوبوي دي؟ خلاص
قرفت منها، اشتغل شغلانه شريفه اكسب من عرق جبيني. شغلانه ايه دي؟ اشتغل رقاصه، لسه مجرب دلوقتي، وحتى بلاك عارف، ومية مية. ربنا يوفقك. اهو انتوا فقرا بس سعدة، انا معايا كل الفلوس وعمري ما كنت سعيد. راجل عندي بدل البيت بيتين وراكب بقرة احدث موديل، وبرغم كل ده عمري ما كنت سعيد. ليه حبيبي ليه؟ ده انت تاجر عبيد قد الدنيا. ما هي دي مشكلتي، تاجر عبيد. كل واحد يجي يختار من عندي عبد يختارني انا ويحاسب العبد. مشكلة في البشرة، انا لازم الون بشرتي واخليها تبيض. تصدق انا هستخدم كريم قشطة البقرة. قشطة البقرة؟ انت ما شفتش ايه؟ ما شفتش ليه؟ الويسكي ده زبالة. انت هتجيبها في الويسكي؟ انت ما شفتش الاعلان بتاعه ولا ايه؟ اعلان ايه؟ اعلان قشطة البقرة. ها؟ الاعلان اللي بيقول اذا كنت تحلمين ببشره اكثر بياضا فعليك باستعمال كريم قشطة البقرة، اذا كنت تحلمين بان تكوني مجزة السنين فاستعملي قشطة البقرة، اذا كنت تحلمين بان يجري خلف الجميع رعاة البقر والبقر ايضا فاستعملي قشطة البقرة. مع احدى جمهور قشطة البقرة، ايه رايك في كريم؟ حقا لقد استخدمته. إنه حقاً كريم مذهل، لقد كنت شكلك هكذا والآن أصبحت هكذا. نعم لقد خسرت إنشائين من كرشي وإنشائين من أردافي. لقد جربته أيضاً على زوجتي وأثارت إعجاب جميع أصدقائي. نعم. المقربين فقط. سبنا كاس بلاك. عندك ايه تشرب بلاك؟ عندي فودكا واين ويسكي اللي انت عايزه. لا صب لي عرق سوس من ده. لا ده مش عرق سوس، ده برميل مخلل. يبقى نلعب كوتشينه. نلعب كوتشينه ريتش. يلا 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 ريتش نلعب كوتشينه. يلا هيصوا. وطالما هنلعب كوتشينه يبقى نلعب بوكر. وبقيت تلعب بوكر وبتشرب جون ووكر. بقيت تلعب بوكر وبتشرب جون ووكر. وبقيت تلعب بوكر وبتشرب. يا جماعة حبايبي اهدى. انا مش هسيبك النهاردة. يا جماعة في ايه؟ انت كل مرة الست اللي تضرب فيا. انت انتقلت يا اهدوا. انتوا رعاة بكر وبتسكروا. صلوا على النبي صلوا على النبي. الشيطان دخل ما بينكم. اقعدوا حصل خير. اقعدوا. عايزين كوتشينا؟ انتوا يا اللي قاعدين انتوا. ايوه عايزين كوتشينا. يا ريت كاتي اديهم كوتشينا. احلى كوتشينا للرجال. ايه ده كيتي؟ مون كيتي اختي فتاة ليل. كل ده وفهمانا انك شغاله ممرضه يا كلبه. سيمون ما تفهمنيش غلط يا سيمون. ما فهمكيش غلط ايه؟ ده انا قفشك في بار. هو انا لاقيكي في مدرسه؟ سيمون انا بشقى عشان اجيب لك الفلوس اللي هتسكر وتلعب بيها قمار. ملعون ابو الفلوس كله الا الشرف. ما انا مش بفرط فيه كله. كله زي نصه. كله زي نصه يا اختي. شرف البنت زي عود الكبريت ما يولعش الا مره واحده، لكن انت عامله زي الولاعه السخان بالوقت ولعي وتطفي كتير. انا لازم اخد طارب ايدي. لا يا سيمون ما توديش نفسك في داهيه يا سيمون. انا بستعين. يا حلوه يا بلحه يا مقمعه. سيمون انا باخد 5000 جنيه في اليوم. طب مش تقولي ده كلام. وساعات 250 جنيه اوفر تايم كمان. ده بلاستيك ما بيعورش. والله. لا ايه ده ده على كده حلوه جدا شغلانه فتيات الليل دي. عايزين شباب ليل؟ هبقى اسالك مدام شوشو صاحبي في الشقه. طيب خلاص يلا روح افتحي للزباين وانا قاعد هنا. يلا سيمون خد هنا تعالى. انت في بار بلاك؟ عارف يعني في بار بلاك؟ اختك دي انا اللي بسرحها. انت اللي بتسرح اختي بلاك؟ ايوه. بص شعرها حلو ازاي. يعني كل ده وتطلع كوافير في الاخر. وانا صغير كنت اشتغل كوافير. بص كنت عاجبك قوي. يلا سلام. يلا يا مسيطانة. ايه رايك فيا؟ لك انت شكمت. انا انت مش طبيعي. انت ازاي قدرت تقنع سيمون اخويا انه يسيبني وبالسهوله دي؟ عادي انا اقنع اي حد باي حاجه. انت
انت خطير قوي يا بلاك. صدق انا شغاله معاك بقالي كتير قوي لحد دلوقتي ما اعرفش انت اسمك بلاك ايه. بلاك بيري ريتش. انا مش شايف عينيا فيها حاجه. لا لا ما تقلقش، هي بتبتدي كده بس. انا هعالجك بالطبيعه مش بالدواء. الخيار مفيد جدا للعين. عايزك تركز بقى قوي، ما احط لك الخيار ما تتحركش. ها حاسس بايه؟ شايف سلطه. ثبت دماغك. في مشاكل تاني في وشك؟ ودانك فيها حاجه؟ وداني وانا صغير دخل فيها تحلب ما بسمعش كويس. يا ريت تحط لي فيها بسله. لا ما هو ده غلط شائع بقى، البسله ما بتعملش حاجه، الجزر هو اللي بيعمل، لان الجزر بيقوي السمع معروف. ركز معايا. ها سامع حاجه؟ سامع صوت ارانب. يبقى العلاج ماشي كويس. في مشاكل تاني؟ بقك فيه حاجه؟ بقي في بعض الناس بتقولي سنتك دي مكسوره. ما تقلقش، العنب مفيد جدا للموضوع ده، بس تخليه في بقك، اوعى تشيله 3 ايام. ها في مشاكل تاني في وشك؟ يبقى العلاج جاب نتيجه. وناخد البني ادم دوت ندخله في الفرن نص ساعه، هيطلع لنا طبق جميل نفطر بيه كل يوم. ويا جماله يا جماله، يا حركاته يا تكاته. انت بتعمل كيكه اسفنجيه؟ يا ابني والله الحاجات دي مفيده للوش. يا عم تعالى نلعب كوتشينه، ولا نجيب الاول اخته وترقص لنا شويه. انت فاكرني بزعل؟ ما بزعلش خالص، هي اللي بتصرف عليك. ما انت برضه لازم محدش يحترمك بالذمه. دي بدله ظابط؟ لا دي بدله كومساري. والله ولا بدلة كمساري، دي بدلة اللي بياكل الزرافة في حديقة الحيوان. Good morning guys. Good morning شريف. ايه يا ريتش؟ شريف مين؟ اسمه شارف. شارف يا عم. يا شريف انت هتمثل شريف؟ ايه يا شريف؟ شريف دي اسم، لكن شارف وظيفة. Good morning وظيفة. Good morning شريف. اسمها شريف. انت ايه مخك تعبان؟ سيبكم الاسامي، صباحوا عسل يا معلم. صباح الفل. هاي شارف ازيك؟ اتلم يا بنت اللي لبسك قضيه اداب. سيبي دوجلاس يا كتي في حاله، اصل هو النهارده مش متظبط. وانت ايش عرفك بقى ان انا مش متظبط؟ هو انا اول مره اعرفك هتوه عنك يا دوجلاس. بس مين ده؟ ده دوجلاس. ده مفيش شعرايه في وشه. دوجلاس ايه؟ اروح اتصرف انا في الموضوع ده. بقول لك ايه يا دوجلاس، تيجي تلعب معانا كوتشينا؟ لا مش عايز العب كوتشينا. قوم يا ابني تعال العب معانا. بقول لك لا، بقول لك مش هلعب كوتشينا. ليه ولا مش عايز تلعب يا ولد؟ ما العب كوتشينا يا ولد، تعال يا ولد انجز يا ولد. مش هلعب، احنا في مصيبه. مصيبه ليه يا ولد؟ ما لسه يا ولد مفيش مصيبه ولا حاجه. يا يا جماعه صدقوني احنا في مصيبه. مصيبه ليه دوجلاس؟ انا كده نحس، كل ما اروح في حته يحصل فيها كارثه. بلاك هات له كوبايه ميه خليه يهدى. الميه مش هتعمل لي حاجه. هات له كوبايه بيره يمكن يهدى. البيره بتدخلني الحمام. هاتوله حقنه هوا ونخلص منه. الهوا بيدخلني الحمام. هاتوله بامبرز. البامبرز بيجيب لي تسلخات. هاتوله بودره تلج. عايز ايه؟ خلصنا. ما تقول يا دوجلاس بقى في ايه. يخلص يا دوجلاس. يا دوجلاس في ايه يا دوجلاس؟ حد فيكم يسمع عن كوشه؟ كوشه كوشه. دمبري دمبري جلاغولا جلاغولا. دمبري دمبري جلاغولا جلاغولا. دمبري دمبري جلاغولا جلاغولا. دمبري دمبري جلاغولا جلاغولا. هو ده كوشه؟ لا ده ابن حميدو. حد فيكم يسمع عن كوشه؟ لا. لا كويس انكم ما سمعتوش عنه، لانكم لو كنتوا سمعتوا عنه ما كنتوش هتعرفوا تناموا. ليه؟ ناموسه؟ لا يا اخويا مش ناموسه، مش ناموسه، ده واحد كان من اهل البلد هنا وسافر لف امريكا كلها وعمل مصيبه في كل ولايه دخل فيها ومطلوب في كل الولايات، يعني وونتد. لا واللي سمعته بقى انه راجع على اخر الشهر. راجع هنا على اخر الشهر؟ راجع البلد. جدا اخر الشهر يكون القبض برضه روق له المكان ويجي ينام نومه حلوه. طب وايه يعني يا جماعه؟ يعني لما هيجي هيعمل ايه؟ هيعمل بلاوي. ده راجل ما بيتفهمش غير بالقتل والسرقه، واي بلد دخلها فرض على اهلها اتوات وخد منهم فلوس. يا اخي عليه قلبص بجنيه. طب انا عندي حل كويس جدا. إيه؟ احنا نبلغ البوليس. البوليس مش هيقدر يعمل لكم حاجه. انا مش هقدر اعمل لكم حاجه. انا عندي حل احسن، احنا نهرب ونسيب البلد. لا انا ما سيبش البلد دي خالص. يبقى ما فيش غير حل واحد. إيه؟ نستنى كوشه اول ما يجي ونوطي نبوس جزمته
ونقعد خدامين الجزم ونقول له احنا رجالتك يا كوشه يا ابو الكواشيش. عندك حق، ده هو اصلا كمان انا سمعت انه قتل 7 من رجالته قبل كده، يعني ممكن يقتلنا بكل سهوله. يعني مفيش غير حل واحد بس. ايه؟ احنا نجيب حد اقوى منه يحمينا ويخلصنا منه. حد اقوى منه يبقى نجيب له ممدوح فرج. لا لا انا عارف مين اقوى من كوشه. مين؟ اقوى برك. والله بامان. اقوى منه بكتير، انا رحت وعارف. اسمعوا بقى، البنت دي بتتكلم صح، احنا نجيب واحد طيب نعمله شرير ونطلع عليه قصص واساطير مرعبه. ايوه نطلع عليه اساطير مرعبه زي اسطوره بكار مثلا. طب احنا دلوقتي لو جبنا واحد وطلعنا عليه اساطير، فرضا جوشة ما صدقش الاساطير دي واحنا بس اللي صدقناه، يبقى احنا كده عملنا 2 يفلقونا نصين. يصدقها ازاي اذا كنا احنا اللي هنالفها اصلا؟ المهم هنجيب الوجه الجديد ده منين؟ ده لازم يكون وجه جديد ما حدش يعرفه خالص. يبقى نجيب وجه جديد برام، ونجيب جنبه نجم، ونجيب رقاصه، وننزل الفيلم في العيد الخلطه السكيه. خلاص معروفه ملايين يا جماعه. انا خلاص انا ما بقتش. ما بقتش ايه؟ ما بقتش حمل جرح، انا ما بقتش استنى فرح، انا ولا سنة يا حبيبي علالي قادر. بس خلاص كده مش هكمل. هي حته بس، ما هو مش عارف غير دي. المشكله بقى هنجيب الشخص الطيب ده منين؟ عندي. مين؟ عندي عبد اشتريته، عبد مكسيكي لسه جايبه من مصر حالا، جبته هنا بيحمي لي الخيل وبيروق الدنيا كلها، واحلى حاجه فيه لا حد شافه ولا حد سمع عنه. قلبته الله يكسفه، غير الموضوع. احنا نعرف اسمه بس لكن ما شفناهوش خالص. البرتو ده ولد طيب قوي، بيحب اي حاجه بمجرد انه يشوفها، مجرد ما دخل الاسطبل حب الحصينه، حب حدوه الحصان، حب تب، حب المكان، حب الشباب، حب العزيز. اي حب في الدنيا، ده اغرب حاجه حبنا انا شخصيا. بس انا سمعت انك بتعامله معامله وحشيه، معامله قاسيه جدا. دي كلها اشاعات يا حبيبي، انا بعامله معامله العبيد مش اكتر. هو البرتو، البرتو هو اللي هيواجه كوشا، احنا نخليهم يواجهوا بعض، ايه رايكم؟ انا موافق. هو البرتو ده، وطالما خلاص لقينا الحل اللي هيوقف كوشا عند حده، يلا نحتفل يا جماعه. يلا احتفال. بقول لك ايه؟ ايه؟ عايزك في موضوع. امرك يا باشا. عايز عبد كده ولا 2 يخدمونا في البيت. حظك حلو، لسه جاي لي طلبيه عبيد من الجمرك تحفه. نفس البق المعفن ده قال لي كده المره اللي فاتت، خدت العبد مع اول غسله وبر. والتاني شاط من هنا. ما انت برضو يا باشا ما تتكش عليه بالمكوى. اسمع مني، انا في عبد كنت جايبه ليه انا هشيلهولك. عبد ايه؟ بخطين اسود فابيض، حكايه تحفه والله. ده اكيد صيني يا باشا، ثق فيا بقى مره. انا بعت عبد في مصر نزل قلب الدنيا. العبد؟ فاتح محل حلويات في المولد النبوي وبيكسر مصر. والله. اهم حاجه البرتو ده ما يطلعش مضروب زي الحاجات اللي بتجيبها. البرتو ده احلى عبد جبته. البرتو يا اختي عليه كلبس بجنيه. طالما لقينا البرتو يبقى نحتفل. انا ده رايي. احتفال يا جماعه. يلا احتفلوا. شارب كاسين ودماغي مظبوطة، واحد فراولة والتاني قوطة، عمر الجزار ولع نار، عمر الجزار ولع نار، صحيني عمر الجزار ولع نار، عمر الجزار. بس اسكت، في خبط على الباب. استخبى استخبى. يا ترى مين جاي السعادي؟ مين بيخبط على الباب؟ افتح افتح. انا مورجان. اقفل تليفونك دلوقتي. افتح انا مورجان. مورجان مين؟ يعني اكون مورجان فريمان. افتح. عمرو الجزار ولع نار، صحيني صوحني ولعها، شعللها، شارب كاسين ودماغي مظبوط. بس ادخل يا مورجان، الباب مفتوح. ايه يا جماعه سايبين الباب مفتوح وعاملين مهرجانات؟ ده احنا كده ممكن نتمسك. مش هنتمسك الدنيا ليه؟ ما حدش صاحي اصلا.
المهم دلوقتي انا جبت البرت واقف بره وحفظته كل حاجه، بس هو خايف طه. ها مش مهم يكون بيخاف، بكره قلبه يجمد، المهم يكون بيعرف يضرب رصاص. لا ما بيعرفش. مش مهم يكون بيعرف يضرب رصاص، بكره نعلمه، المهم يكون بيعرف يضرب بالبواني واللوكميات ويمسك سنج ومطاوي. لا ما بيعرفش. مش مهم يكون بيعرف يضرب ولا يشلت، المهم يكون بيعرف يشتم الفاظ مش كويسه. لا ما بيعرفش، ده مؤدب جدا. يعني ولا بيعرف يضرب ولا يشلت ولا يشتم، مش مهم مش مشكله، اهم حاجه يكون بيعرف يجري. يكون بيعرف يجري ليه؟ يجري، ما لو ما جريش هيموت، فيجري احسن. صح صح، انا دخل لكم البرتو. البرتو دمبري دمبري جلا 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 دمبري دمبري جلا 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 جلا. اوعى اللي يلعب. هو ده البرتو؟ لا البرتو ايه يا جماعه، مش هو ده طبعا، انا هدخل لكم البرتو. البرتو ايوه يا معلمي. ايوه يا معلمي، كده كوشا استلم البلد. يا البرتو خش جوه. اخش جوه بكل قوه. يخش جوه بكل قوه، ده كده كوشا استلم كوكب الارض. ايش اللي انت عملتها دي؟ ها ايه رايكم ماشي تصيع؟ ايه رايك يا باشا؟ لا لا حلو جدا. هو ده البرتو؟ البرتو. ايه في ايه؟ انتوا مش عارفينه ولا ايه؟ لا ايه اصلا، انت ما قلتلهمش يا معلمي؟ عايزهم يشوفوك بنفسهم. يا سلام يا سلام، وبص كمان مديني ايه؟ مديني مسدس. ايه ده؟ ايه المسدس ده؟ لا لا ده مسدس حقيقي. ما انا عارف. ايوه من اللي هو بيموت. مش عايز انا، ما انا عارف. ايوه من اللي هو بيموت. ما انا عارف. طب جرب واحده. لا مش عايز اجرب. انا هدوس كده على الزينات، ها؟ هيطلع على طول. هو اللي هيطلع يا سيدي؟ والله هتتبسط لما تموت، هتتبسط. يا عم مش عايز اتبسط، هتبسط ازاي بعد ما اموت؟ تصدق؟ هقول لك ازاي، بص. لا مش عايز اعرف. ماشي خلاص. خلاص. يعني انا لو دست على البتاع ده ممكن يطلع طلقه؟ ايوه يا سيدي هيطلع، ما هيطلع عصير قصب. طيب يعني حد عايز حاجه؟ لا مش عايزين حاجه. طب يا اصل انا بوريكوا ان انا معايا مسدس. حد ياخد منه الزفت ده؟ هاتوا 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 البرتو. ايه؟ مش انت اللي مدوني؟ اه انا معلمي. انا ما تخافش. طب ما انا العب شويه وانت شويه. بص والله مش هتحس بحاجه. ما تخافش. اصل انا نفسي اجربه والله. لا لا جربه على اللي هناك ده. تعالى تعالى. يا والله انت تخين مش هتحس. اذا انت عايز طلقتين. امان. جاهزين؟ احنا جاهزين. انت جاهز؟ انا جاهز. عايزين تعملوا ايه؟ عايزين تعلموني حاجه ولا ايه؟ ايوه عايزين نعلمك دلوقتي الدرس الاول. علمه الدرس الاول. الدرس الاول مفيش. ايه يلا علمني. ما انا هعلمك اهو، انا بقول اهو الدرس. يلا انا جاهز. خلاص وانا جاهز انا كمان. انت كنت ناسي. هقتلك. يلا الدرس الاول. ايه يا البرتو؟ انا جاهز اهو. الدرس الاول مفيش مجرم ما بيشربش، وفي نفس الوقت مفيش مجرم بيسكر. ايه الكلام الملخبط ده؟ تشرب خمره؟ اشرب خمره؟ انا اشرب المحيط يا عم الحاج. ده الدرس الاول، تعالى ورايا. يلا يلا خمره. ايه ده ايه ده يا عم؟ ده انت كنت معدي في الزريبه. ده البلد مليانه حاجات حلوه قوي، والترابيزات الحلوه، وايه ده تفاح. يلا تعالى فرجني. تعالى يلا سكرني سكرني. عبيلي عبيله. هات عبيلي عبيلو. عبيلي عبيلو. عبيلي عبيلو. عبيلي عبيلو. عبيلي عبيلو. شريف ما بلاش. عبيلي خد احر بقى. ايه الاخبار؟ تمام ولا اي حاجه خالص. الحقوا بقى اكب عليه جردلين ميه. يا جماعه حد يجيب له قهوه عشان يفوق. لا هاتوا له لبن بخيره. ده مش قدامه اقل من اسبوع عشان يفوق. قدامي اسبوع عشان يفوق؟ ده يكون جوشه جه فلقنا نصين. احنا كده رحنا في 60 داهيه. ايه 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 ايه؟ مش فاهمين ولا ايه؟
لا 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 ده هيفوق. لا 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 اسمع مني. يا ده كويس قوي. ده كويس قوي البتاع اللي انا شربته ده. ها مين اللي انتوا هتموتوه بقى؟ ده لو بقى دخل شرب مع كوشه هيعمل ايه ده؟ هيعمل ايه؟ ما تقلقش خالص. يقعد يشرب مع كوشه واديله كاس من اللي بيفوق، لكن كوشه مش هديله، عايزه يتطين ب60 نيله كوشه. طيب كويس. البرتو. نعم. بص يا البرتو، بتعرف تضرب بني ادمين؟ اه طبعا بعرف اضرب بني ادمين. طب يلا ها اضربني باللكاميه في وشي. ما بلاش. ادي باللكاميه بقول لك في وشي. اصل انا لو ضربتك بايدي دي وجت في وشك ده ممكن وشك يورم. انا عايز اورمه، اديني باللكاميه في وشي. يا عم بلاش يا عم. ادي يا البرتو. ضعيفه. ضعيفه يا البرتو، ادي واحده اجمد بكتير. ما بلاش. ادي بس. اضعف من اللي قبلها. ادي واحده حلوه يا البرت. ها ده ضرب جامد، ضرب جامد وكلكم سكتوا. ضربني تحت بيتنا وكلكم ما حدش اتكلم. انا ضربتك الناحيه دي، انت ماسك الناحيه دي غلط. ضربني جامد يا ولا. بس يا ولا يا ولا في ايه؟ انا بضربك يا ولا. ضربني يا ولا في ايه؟ ابو عيد الشغل ما قدرت. مش كده يا عم الحاج؟ ايوه مبروك كده. شو اللي قال اضربني؟ ايوه هو اللي عنده حق والله. خلاص يا جماعه دي مش خناقه. كوشه لما هيجي مش هيقف قدامك ويقول لك اضرب، لا اضرب. الناس اللي عايزه تتضرب دي ما بلاش. اضرب. لا لا دي دي لا دي لا. ليه؟ تمام؟ دي حلوه قوي. لا دي مش حلوه. والله حلوه. لما اجيب من الاخر وربنا ما حلوه، لما يجي كوش اعمل فيه اللي انت عايزه. طب وانت لا ليه؟ انا ما ينفعش، ما ينفعش تعمل كده معايا. انت كان قصدك ايه؟ مش قصدي حاجه. انا كان قصدي تمام؟ تمام. كوش هيجي قدامك مش هيعمل كده، ده انت ما بتعرفش تتعارك. يعني اعمل ايه دلوقتي؟ لا 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 ما تقلقوش خالص. بلاك دايما عنده حل لاي حاجه. احنا مش هنخليهم يتخانقوا اصلا، هنفتعل خناقه ما بيننا، نخلي البرتو ياكلنا علقه يمرمط بينا الارض هنا. طبعا كوشه لما يشوفه بيضربنا هيخاف منه. يا عم هو بيعرف يضرب. مش مهم يكون بيعرف يضرب، المهم احنا نعرف نتضرب. افهم بقى. ماشي. هنمثل. ماشي يلا. يلا اضربنا. يلا اضرب. اضرب اضربكم. ها اضرب انت. هو ده فيش حد مال عينيكوا ولا ايه؟ انا التوبة. لا انتوا مش عارفين انا مين. انا البرتو. البرتو اللي اي حد يموت من ريحه تيشيرته. ايه ده؟ اضرب بسرعه خلص الكلام وخش على الضرب. ايه بص، الحدود دي ما حدش يعديها، اللي عدوا حدوده هقطعه. ده انا البرتو اشهر واحد. يا انت هو اضرب بقى يا البرتو، خش في الضرب يا ده. لا البرتو اللي خلقه ده، اللي ده خلقه لا ملح باين ولا ايه؟ فازود سكر ولا ايه؟ مساء الخير. مساء النور. مساء الصحة. الحمد لله. يا لا تواوى لا يا صبر صبصب قلوب الصبايا المتصبصبين. جراد انتوا مش عارفين انا مين ولا ايه؟ يا عم اضرب بقى. ما لازم الدخله الاول كده عشان اخده الاول. اضرب. مش عارفين انا مين ولا ايه؟ حلوة قوي كده. شفتني قوي. شفتني وانا عامله كوره؟ خدت بالك؟ لا 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 ده كده، ده كده بقى زي الفل. ده لما يتعلم ضرب النار كده هينفخني. ده قدامه شهر اما يبقى كويس. ده انا يا لهوي. نعم.
حاجة ولا ايه؟ قدامك شهر ده كوش هنيجي هنلحس له الجزمة بسبب انت عايز تقول ايه؟ انا مش فاهم. خلاص احنا كده فاضل لنا حاجة واحدة، احنا نطبع الصور اللي قلنا عليها ونبدأ نحكي في الاساطير والحكايات اللي اتفقنا عليها. تمام؟ تمام. بقولك والنبي يا اسطى، وانت بتطبع الصور اعمل لي صور زي دي اللي هي بتاعت وانطد. بتاعت ايه؟ وانطد. وانطد؟ اللي هو مطلوب وانطد. وانطد. حاضر هعملك وانطد. تعملي اتنين. ماشي. واحدة وانطد وواحدة وانت. طب ايه وانطد دي يعني ايه؟ الصغيرة. اسمع البرتو. البرتو. نعم. انا عايزك تبات هنا، مش ما ينفعش حد يشوفك. ابات هنا اهو. ابات هنا في المكان الحلو ده. ايوه البرتو بدل الزريبه مع البهايم. شوف لنا الباب بره عشان نخرج دلوقتي، لا يكون حد باصص علينا. حاضر. يلا. حاضر. يلا تعالى. ها يعني بص الناس كلها بره مستنيين وباصين لباب البار. لا 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 مش عايز اي قلق، بلاك دايما عنده حل. نخرج من الباب الوراني. يلا بينا. بينا. يلا يلا بينا. ياه انا ازاي ما خرجتش من الاسطبل الفطره اللي فاتت دي كلها؟ يا ده البلد فيها حاجات جميله جدا. هو ده هو ده هو، وكمان سوداني وكمان البرتو. مين البرتو؟ برافيرو. ماما. ماما ايه؟ هو انا جايبه لك الرضعه؟ ما هو ماما الوحيده اللي كانت بتقول لي برافيرو. خلاص اعتبرني ماما يا حبيبي. هو انت مين؟ انا ماري، بشتغل هنا في البار. تشتغلي في البار ايه؟ بشتغل فتاه ليل. الله دي شغلانه حلوه قوي، فتاه ليل. شغلانه حلوه ايه؟ انت عارف يعني ايه فتاه ليل؟ ما اكيد في فتاه ليل وفتاه نهار. انت فتاه ليل بتشتغلي بالليل، فتاه النهار بتشتغل بالنهار. يا سلام، وبتسهري عشان تبسطي الناس. يا سلام. حاجه زي كده، بس ثواني عشان في واحده صاحبتي عايزه اعرفك عليها. يا كيتي يا كيتي. دمبري دمبري جلا 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 دمبري دمبري جلا 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 جلا. او علم يلعب. هي دي صاحبتك؟ لا اكيد مش هي. تعالي يا كيتي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده صاحبتك حلوه قوي. انت فتاه ليل برضو؟ ايه ده انت عرفت منين؟ لا بيبانوا يعني، بس احنا بالليل يعني، فانت اكيد فتاه ليل. يا ممكن اتفرج عليكي؟ ايه ده، انا اول مره حد في حياتي يستاذني عشان يتفرج عليا. كل الناس بتبحلق فيا عادي من غير ما تاخد اذن. لا انا لازم استاذن طبعا الاول. ممكن اتفرج؟ انا ازاي ما خرجتش؟ ازاي ما خرجتش الفتره اللي فاتت دي كلها؟ ازاي البرتو؟ انت عارف انت جاي هنا ليه؟ انا والرجاله اللي موجودين دول كلهم هنروح نحارب واحد اسمه كوشا ونضربه عشان هو مفتري وجاي عايز ياخد الفلوس بتاعت البلد. صح صح. هو انت فعلا هتحارب كوشا، بس مش مع اهل البلد، انت هتواجهه لوحده، هم مش هيقفوا معاك. وبعدين انت غلبان قوي عشان تواجه كوشا لوحده. ولا يهمني. لا ده احنا جدعان قوي. لا 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 انت فاكره ده احنا من القصيرين. لا عادي يعني. لا يا البرتو، ما هي مش بالبق، كوشا ده قتال قتله وممكن يقتلك وهو مش واخد باله. المهم ان انا اخد بالي عشان لما اموت حد سالني قال لي انت مت ازاي، هقول له مش واخد بالي. لا ما ينفعش طبعا. اسمع يا البرتو. نعم. قولي لي يا برافيرو. اسمع يا برافيرو. ايه القرف ده؟ بص يا البرتو، احنا نعرف ساحر هندي جبناه دلوقتي عشان يعمل لك تعويذه تحميك من شر كوشا. لما يجي اسمع كل كلامه. ساحر هندي؟ ده جبتوه منين؟ من الهند. غريب قوي. لما يجي اسمع كل كلمه هيقول لك عليها. اوكي ماشي. اوكي ماري. نعم. انتهي الساحر. حاضر. يا راس الطائر الازرق المحلق فوق السماء الابيض المليان بالمطر المتراكم. مين اللي بيده على راس الطائر الازرق اللي بيطير فوق السحاب الابيض المليان بالمطر المتراكم؟ انا ماري. تعالى. وايه اللي فات ده كان اسمه؟ لا ده اسم الدلع. هو انا فاضي عشان اديه باسمه كله؟ تعالى بسرعه. الراجل اللي انت عايزين تعملوه التعويذه ده عبيط. يعني اتنين فتيات ليل ومعاهم راجل، يبقى فين الراجل يعني؟ اهدى ايها العجل المندفع.
الله 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 الله، ده جاي يغلط فيا ولا ايه؟ ده مدح، هما الهنود كده بيحبوا العيد وبالذات لو كان مندفع. انت يا ادرى بقى، يعني هو بيحب اما يقول لي عجل يبقى ده كده مدح يعني؟ نعم نعم ايها الجاموسه الهبله. مرسي كلك ذوق. ايها البقره الحلوب. ايها الحمار المخطط. فكسب فكسب. ايها القرد اللي على الشجر. انك لطيف ولك صوت نهيق متميز وانك حيوان. طيب نبدا الشغل بقى. اتفضل يا حيوان اتفضل. طيب شوف، اوعى حد يخاف. نفسي في تعبان بيطير. وبعدين داخل لنا بالبخور، عامل نفس الشكل بتاع البخور هنا اهو. اولع لك هنا؟ لا لا ركز معايا بقى. حاضر اعمل لك التعويذه وربنا يستر. ربنا يستر. ماشي. أميتاب باتشان، شاروخان، كيم كارداشيان، كيم كارداشيان. تعويذة مش راضية تتعمل. طب إيه أعمل لك إيه؟ لازم أحضر لك روح طيبة. أحضر ماشي. روح طيبة كده وقمر. الله يخليك. أصبر بقى. حاضر. عيد ميلاد جرحي أنا، عيد ميلاد جرحي أنا، عيد ميلاد جرحي أنا. الله أكبر عليك، بحبكم كلكم. الله أكبر عليك، جمال جدا، ربنا يخليك ربنا يبارك. ده عفريت، انا بقالي 20 سنه بحضر عفريت عمري ما طلع لي واحد. ايه ده؟ انت قعدت تلعب في الراديو طلع لنا الاستاذ هاني شاكر. استاذ هاني شاكر؟ ايوه انا عفريت الاستاذ هاني شاكر يا حبيب قلبي. اهو اطيب واحد في الدنيا كلها اهو، هينفذ لنا كل حاجه. استاذ هاني شاكر، انا بسمعك من زمان قوي، انا بسمعك من وانا في بطن ماما. ربنا يخليك. ممكن تمدي لي هنا اوتوجراف؟ اكيد طبعا اكيد، اتفضلي. اهلا وسهلا. انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك جدا. وانت لسه بتسالي انت بالنسبه لي ايه؟ انت يا عم العفريت انت، احنا لينا طلبات ممكن نطلب يعني وكده. انت ليك عندي ثلاث طلبات يا حبيب قلبي، بس عشان انفذهم لك وبما ان احنا فروعات البقر يبقى لازم تغني لي حاجه انجليزي. غني. طيب حاضر. اتفضل. حاجه انجليزي؟ لازم. اتفضل. وحشتني نمبر اوف ستار اوف سكاي، اي ميس يو نمبر اوف وورد اوف لافر، اي ميس يو ان افري داي 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 ان افري داي. وكم تو تشنج دريم تو ترو، كم 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 كم. I'm afraid tomorrow يفرقنا، أنت وماي لافلي ما صدقنا. You back to me say to me I miss you. يا استاذ هاني اهو ما شاء الله. الله اكبر عليك. نطلب يعني وكده وخلاص؟ لا ما ينفعش. هو مين اللي هيتعمل له التعويذه؟ اهو انا حضرتك. يبقى لازم تقول لي حاجه.
اقول لك حاجه؟ لازم تقول لي حاجه. انا لازم هنعمل ايه؟ قول لي something اي anything، قول لي something اي anything، say I love you say I hate you say 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 وما يهمكش anything، قول لي want you قول لي sold you، بس قول لي anything يا حبيبي. انت مين؟ انا عبد الحليم حافظ الله يرحمه. انا بسمعك من زمان، انا بسمعك من وانا في بطن ماما. انت عملت كل حاجه وانت في بطن امك؟ طب تمام كده يا استاذ. استاذ هاني شاكر طبعاً. ايه الاخبار؟ طيب امور تطاع. تعالى بس عايزك حاجه. عايز مخدرات؟ عايز حريم اجيب لك حريم؟ اسكت يا عم. عايز ايه طيب؟ المصل السحري بس، المصل دوت الخطير اللي بيعمل حاجه ما نزلتش بيه النهارده. اه صح. كلموني هم اتفضل. جبتهولك. ايه ده؟ هو ده؟ اه يا نهار ابيض. شفت ده جميل. ميرسي يا استاذ هاني. ربنا يخليك. هتروح على فين؟ انا رايح صوت الحياه بقى، عندي تصوير هناك. طيب يلا ربنا معاك. تعالى بقى هنعمل احلى تعويذه في الدنيا. طلع مجنون. تمام يلا التعويذه السحريه. احنا رحنا السيدة ولا ايه؟ الله حي الله. البرتو ايه ده، هو مات؟ لا، بكره الصبح تدوله رشتين من البتاع دوت، بعديها هيبقى تحت حمايه الارواح الطيبه الشريره، وساعتها هيبقى اقوى واحد، بس بشرط لازم حد يستفزه، اللي هيتخانق معاه لازم يستفزه، وساعتها محدش هيقدر عليه. سيبا سودا كوشا لما يجي هنعمل معاه ايه؟ دي مشكله كبيره قوي. جمبري جمبري يا جدع، انت عايز مننا ايه؟ عايز مننا ايه؟ ده حاجه غريبه قوي. عايز مننا ايه؟ جمبري يا جدع اسكت بقى. يلا قول يا جدع قول. يا ريتش. ايه ريتش؟ هنعمل ايه ريتش؟ الخطه دي لو باظت ايه اللي هيحصل ريتش؟ هننزل نلحس جزمه كوشه وهتبص الجزم ونقعد خدامين الجزم بسببكم. لا 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 ريتش، انت طول عمرك متفائل وفي بسمه امل في وشك، ان شاء الله الخطه هتنجح. يا جماعه ما تقلقوش، انا شفته في التدريبات كان مركز قوي. لا 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 لا، بس هو كان فاشل جدا. طب كويس جدا، يعني خلص كل الفشل، ما قداموش غير انه ينجح. خلاص صح. كوشا وصل، كوشا وصل، الحقوا الحقوا. كوشا وصل. دمبري دمبري جالا جول جالا جول. دمبري دمبري يا ده ايه ده؟ جمبري ايه وليلتي؟ انا ناقص هم، انا ناقص هم. ايه ده بس؟ ايه ده؟ مش كفايه اللي جاي هيموتنا؟ عازم الحاجه هتبوظ. ايه ده؟ كوشا وصل. ايه ده؟ ده كوشا. حد فيكم يعرفني؟ ساكتين ليه؟ عشان مش عارفيني ولا عشان خايفين مني؟ مش ده رفيع بيه؟ اخرس يا بكس. لا خلاص
احنا ما بقيناش نخاف منك. اذا كنت انت قوي ففي اللي اقوى منك وهو ربنا. لا عليه العود ومنه العود. انا قلت البوس جزمته، انا قلت البوس جزمته. كنتاكي كنتاكي KFC يعني كل فراخ سخنة. كوشة كف وشين يعني كل وشكل. احنا واقفين في كويدر يا اهبل انت. كوشة كوشة المجرم الجبار يعني دوس على الزرار وارفع الشعار. يعني كل ولاية وليها محطة الا تكساس وليها مطار. كوشة كوشة المجرم الجبار. 60 عملية قتل في ولايات مختلفة، 70 عملية سطو مسلح، 50 عملية قلب مفتوح وزراعة قوقعة. قلت لك يا حيوان اللي بيني وبين ربنا محدش يعرفه. في ايه الناس هيقولوا بنرأيها ولا ايه؟ اسف اسف. كوشة يعني سفالة، يعني وضاعة، يعني قلة أدب، يعني تحب تموت ازاي؟ عادي ولا سبايسي؟ أو 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 أو. قلت لك ما بحبش السبايسي يا كنتاكي. كوشة المجرم الجبار. ما خلاص يا عم كنتاكي، في ايه؟ الراجل قال لك ما بيحبش السبايسي يا اخي. ايه يا كنتاكي ما تخلف وشك حب الكاتشب يا اخي. انا ما بتكلمش كتير. املاتكم وفيسبوكاتكم وفلوسكم وذهبكم وغياراتكم. ازيك عامل ايه؟ السلام عليكم. ازي حضرتك؟ يكونوا جاهزين قدامي خلال ساعه عشان اسيبكم احياء ترزقون. يا لهوي فين الزفت البرتو؟ مش عارف. هو هيكون مضى للاهلي. اه صحيح، انا سمعت ان في عندكم واحد شرف كانت اغانيه مغرقه. ايه اغانيه كانت مغرقه برنامج انا والنجوم وهواك. كان بيسليني الصراحه طول ما انا ماشي في الطريق ما كنتش بخاف من حاجه. كوشة يعني ما بيخافش، يعني ما بيتهددش، يعني دوس على الاورج بحنيه وسمعني ليالي الحلميه. لا 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 لا. بقول لك ايه حسن كام انت؟ احنا مش واقفين في دار الاوبرا هنا. انا هخرج اسرق البنك اللي على الناصيه. تمام طب. ربنا يوفقني واسرقه وارجع لكم تاني. ماشي. ارجع الاقي كل الحاجات اللي طلبتها جاهزه. يلا يا كنتاكي. كنتاكي انا هقفل لك فرع المعاد، كلت منه دينر بوكس وجع لي معدتي امبارح. على فكره انا كريسبي يعني لحمي ناشف قوي. اتكلوا على الله. استنى عندك يا كوشة. ايه دي؟ ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ حلوة داخلة داخلة. اتظبطت بالظبط. انت بقى البرتو؟ انا البرتو الشهير ببرابيرو. ايه القرف ده؟ انت هتسحبني ولا ايه؟ انت صاحبي ما تنزلش معايا. ايه؟ 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 انت ازاي يعني داخل هنا وعمال تقول فلوسكم؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما فيش رجاله هنا ولا ايه؟ الله سمعت عنك كتير يا برابيرو، بس اللي يسمع غير اللي يشوف. وانا ما بحبش اسمع، انا بحب الفعل. قل لي يا برابيرو. نعم. سرعتك ايه في ضرب النار؟ مش مهم السرعه، المهم الدقه. تصدق صح؟ صح والله، المهم الدقة. ماشي يا برابيرو، بس اللي قبلنا قالوا أيوة. اللي يلعب الدح ما يقولش يح. ايوه انا مال، انا هو اللي شتم مش انا. يعني صلى على انت. ايه هتحط التفاحة دي فين؟ ايوه حطها على راسي. طب والنبي حط العنب في التلاجة عشان ما يبص. انت واقف عند فرغالية؟ واقف عند فرغالية انت؟ واقف. يا كوشة دي تقوس الضرب. تقوس الضرب تعمل ايه؟ يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس. بسم الله. سمير. ايوه.
انتوا بتتكلموا؟ بتتكلموا ولا ساكتين؟ انتوا مخبيين عني حاجة. ايه يعني عادي يعني. سمير عادي عادي. هو انا فرط تجارب هنا؟ استنى بس اثبت اثبت اثبت. خليها في ايدك. امسكها في ايدك. ما تاكلهاش، امسكها في ايدك، حطها جنب القلب هنا، جنب القلب هنا كده، واوعى صباعك ده عشان ما يتعورش. ايوه كده. استنى، شايف التفاحه دي؟ ايوه شايف. ها؟ شايف. ايه ده؟ ما تعرضهاش والنبي علينا. يا كوشة. ايه؟ من مرعب بس وبتاع. من امبارح الهوا جه في عيني. غمض عينك. ها؟ يلا. شايف التفاحه؟ شايفها. لا مش شايفها، انت مغمض. شايف التفاحه دي؟ ايوه شايفها اهي. كيف؟ بص انا مسافتي منها قد ايه، وبص انا مغمض ازاي. الاثنين راحوا. الاثنين راحوا. ها؟ ايه رايك؟ لا دم دفحت ايدي. دم دفحت. ولسه كمان، لسه كمان افرجك. شايف الكوبايات اللي على البار دي؟ ايوه شايفها. ها شايفها كويس؟ شايفه. اول كوبايه. اي. الثانيه. الثالثه. ها؟ ربطينهم بفتل وبنشدوهم. امال ايه، احنا مجهزين كل حاجه. شايف ازازه الخمره اللي هناك؟ لا مش مظبطينها دي. ولسه كمان، ده في حكايات مرعبه عني هم مؤلفينها، هيحكوا لك عليها دلوقتي. ها عايز حاجة ولا ايه؟ مش تعزمني على حاجة؟ تحب تشرب خمرة؟ أنا ما بشربش خمرة وأنا بشتغل، عشان أركز في شغلي. ما شاء الله، ربنا يقويك. الحمد لله. يعني أنت مش هتشرب معايا خمرة؟ لا أنا ما بشربش خمرة، لأن لو شربت خمرة هتجنن عليك أفرتكك في بعضين. تفرتك مين يا عم؟ وأي كلام وخلاص. لعلمك أنت هتشرب كاس وأنا كاس، بعد كده أنا هاخد بتاع اللي بيفوق وأنت تقعد تكمل. مش قلت له كده ولا ايه؟ ما ينفعش نقول له. بقول لك ايه؟ أنا خارج أسرق البنك اللي على الناصية، عشان الساعة دلوقتي 2:15 والبنوك بتقفل الساعة 2، أروح أسرق وأرجع تاني. هو أنت رايح تفك وديعة؟ ده أنت رايح تسرق مقفول زي مفتوح يعني. أنا ليا كده طقوس في شغلي بحب أعملها. ماشي يا عم الطقوس، ماشي. أرجع ألاقيكم جاهزين الحاجة، ماشي؟ وبالنسبة لك أنت يا برابيرو، أنت عجبتني. لا يا أخي بقول لك إحنا مش أصحاب. ما تقابلني على القهوة بالليل، في إيه؟ مش اصحاب يعني؟ لو اصحاب نعمل كده عادي. عادي يعني. اصحابك بيعملوا معاك كده طول الوقت؟ مش كلهم. انت بالنسبه لك رفهت عني كتير يا برابير والله، بس لو حابب. ما تهديد في تهديد. بس لو حابب اتعيش. اتعيش؟ اتعيش وما تتجددش وما تتقتلش على يد. ما تتقتلش اي. وما تتقتلش اي على يد كوشة التاوى. التاوى يا برابيرو. التاوى؟ قوم يا انت بتبص لي كده ليه؟ انا اسف. اسف ايه؟ انت متخلف يعني؟ انا اسف. استنى خد ده معاك. خد ده معاك. ما انا ده باخده، بيجي ورايا دليفري ده، تعال. يعني ايه؟ تعبنا راح في شوية تفاح؟ نهار اسود ومنيل. يعني خلاص ده ما خافش منه خالص. انا الحق بقى استخبى عند ابن عمي في تكساس. يا جماعه ايه الخوف اللي انتوا فيه ده؟ ايه الرعب اللي انتوا فيه ده؟ يعني انا اللي جاي جديد عليكم في البلد ومش خايف وانتوا اللي مرعوبين؟ معقوله؟ معقوله؟ انت اصلا مكانك مش هنا، مكانك في الاسطبل مع البهايم. انت حمار. ايه ده؟ انت بتقول انا حمار؟ انت بتنرفزني. انت بتقول انا حمار؟ بيقول انا حمار؟ بيقول انا حمار؟ مالك؟ شد
حد عضل بس. ايه ده؟ انت عملت كده ازاي؟ ازاي ده حصل؟ انا ما بتنرفز، ما بشوفش قدامي. طب يلا يلا، يعني اي حد ممكن ينرفزك بيحصل له كده؟ ما بشوفش قدامي، بضرب واحد اتنين تلاتة اربعة، الخمسة بتيجي في رجلي اللي قدام على طول. سيمون يلا نرفزها. سيمون يلا. سيمون ايه؟ هو انا سيمون المطربة؟ لا طبعا، مش مستغنى عن ركبي. انت كل حد عايز يعمل اي حاجة كل على بلاك. خلاص يلا ترفز مني. انا بنرفز اهو. انت طيب؟ انت طيب يا بلاد. لا مش طيب، شرير انا. يلا يلا. والله طيب. لا شكلك يلا انا شرير. يلا ترفز مني. مش هحد ينرفزنا اصلي. طب يلا بقى يا حيوان بتاع البايم يا حمار. حمار؟ حدش يقول حمار. لا العتبه جزاز وسلم نايلون. هو احنا واقفين حراس مرمى؟ مالك؟ جالي شد عصبي. الف سلام. ايه ده؟ ازاي كده؟ ازاي؟ انت كنز، انت ثروه. بقول لك ثروه؟ ثروه مين؟ ثروه حاجه حلوه. انت حاجه حلوه، اول ما يجي كوشه هتضربه بالنار. تمام؟ تمام، بس لازم ينرفزني الاول. هينرفزك واحنا هنساعدك. ماشي ماشي. يلا فين كوشه؟ هيجي اكيد دلوقتي. يعني فين هو؟ ما جاش ليه؟ هو زمانه بيسرق البلد. يا عبد سلام. انا يلا كوشه. يلا يلا كوشه. يلا 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 كوشه. يلا مالكش دعوه بالبلد دي. البلد دي تتكل على الله وتخرج منها كده اهو، بدل ما ايه اشقلطك هنا. ده انت بقى اللي بقيت تتكلم عن نيهم. عن نيهم؟ انا بتكلم عن نيهم. عايز حاجه ولا ايه؟ ده انت بقى البرم اللي فيهم. انا البرم اللي فيهم، ولو ما سبتش البلد دي بالطبانجه وهضرب في السقف. تضرب في السقف اهو. نرفز. عامل ايه؟ عصابه. هو بيكلمك كده ازاي يعني؟ ما عصبنيش. ما انت هو يعصبك انت تنرفز. غل ما جاش فيه عشان كده. طب بقول لك ايه يا البرد، انت عصفوره. اوبا، قال لك عصفوره. اوبا ايه عصفوره؟ دي حلوه، انا بحب العصافير. بتنرفز يا عم؟ بتنرفز. ما دي ما بتنرفز، عصفوره ايه يا عم؟ او فرخه. فرخه؟ انت مشترك في نادي الصيد ولا ايه؟ فرخه ايه وعصفوره ايه يا عم؟ او بطوطه. ده جاي من ميكي. بطوطه ايه؟ او فلوطه. مش راضي ينرفزني، اعمل له ايه؟ بتنرفز. ما هو مش راضي ينرفزني. او تمساح. تمساح؟ شفت بقى؟ بس ما بيتضايقش تمساح يعني. ذكائي لطيف جدا، بيمشي طول الوقت عمال يعمل بقه كده، لطيف جدا يعني. او عنده اسهال. تمثال عنده اسهال؟ تمساح عنده اسهال؟ ايه ده القرف ده؟ استنى يا رب يا رب يوم التصوير يموت يا رب. يح يح ايه؟ وانا ضربك بعود كبريت انت اتلسعت. ازاي عامل كده يا كنتاكي؟ ده شيء الخلطه. او 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 عرفت انا ممكن اعمل ايه؟ اللي جايه بقى يا معلم واحنا مليناها خلاص. ها؟ لا لا. اللي جايه ان شاء الله هتبقى اعلى شويه في قلبك هنا. لا ابوس ايدك خلاص يا معلم برابير، انا محسوبك خلاص. البلد دي ما تخشهاش تاني. وفلوسك بغياراتك بفيسبوكاتك بايميلاتك كله يجي لي هنا. من عينيا يا معلم البرطو، من عينيا. يلا اتكل على الله. شكرا يا معلم، ربنا يخليك ان انت سبتني حالي. خد يا حرامي. احنا لازم نحتفل بالبطل البرتو. قبل ما تحتفلوا انا عايز فلوسكم وذهبكم وكل اموالكم عشان احميكم. ايه ده؟ انت نسيت انك عبد؟ عبد مين يا عم الحاج؟ فلوسكم لو ما جاتش انتوا عارفين انا بعمل ايه. تك 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 هوديكم 60 داهيه. طب احنا اللي عملنا كده في نفسينا. خدني مساعد معاك. ماشي. المساعد بتاع كوشا كان اسمه ايه؟ كان اسمه كنتاكي. انت ماكدونالدز؟ لا سميني الشبراوي. طول عمرك شعبي. ماشي. عموما فلوسكم تجيلي لغايه عندي. يلا احتفلوا.
سنحتفل. احتفلوا. دمبري دمبري. قول قول تعالى. في قمصة. ايه يا عم كل شوية رايح جاي، انت بتبيع ايه وما فيش بحر هنا اصلا؟ يا سلام، ما انت عاملين رعاة بقر وما شفناش ولا بقرة. دمبري دمبري. يلا قول لها يلا قول لها. ها احتفلوا. لا مش هنحتفل. مش هتحتفلوا؟ Bamboo, my gotta gal named Sue.